بعض المساجد وخارج المسجد عند البوابته جهاز ينادي بالذكر الوارد لدخول المسجد، هل في وضعه في بوابات المساجد محذور، وهل يجزي عن الإنسان عند النسيان؟ هذا من التكلف، هذا من التكلف ومما يثبط عن الدعاء عند الدخول، وهو عمل محدث فلا يجوز مثل هذا. المطلوب من المسلم يستحب له إذا أراد الدخول إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول هذا الدعاء ما عدا وافتح لي أبواب رحمتك، يقول بدلها افتح لي أبواب فضلك. نعم.